دكتورة نانسي نائبة عضوة مجلس النواب معانا على الهواء، أعتقد إنها سمعت الحلقة وعايزة ترد. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك وسعيدة إن حضرتك سمعتي. أهلا بيكي. كل سنة وحضرتك طيبة بمناسبة صيام الرسل. أنت واحد زي يا فندم، تحياتي لحضرتك. بشكرك جدا. حد عمل لي منشن عشان يعني شاف ان حضرتك تتكلمي عني، فشرفي يا فندم ان حضرتك تتكلمي عني. اهلا وسهلا بيكي. اشكرك. انا اسمي النائبه نانسي نعيم هاني بطرس عن دايره سوهاج. اهلا بيكي. عن حزب الشعب الجمهوري، واول مره انتخب يعني في البرلمان، ومدينه جدا لاهلي وعيلتي ودايرتي اللي انتخبوني يعني ورشحوني وثقوا فيا. بناء عليه يا فندم، انا عندي مكتب اسمه خدمه مواطنين، مش كاتبه انه خدمه اقباط خالص. مكتب اسمه خدمه مواطنين، بيجيني يومي. طب تسمحي لي في يعني يبقى في حوار بيني وبين حضرتك ان احنا نسمع ونتكلم مع بعض؟ تسمحي لي؟ قوي شرفني. طيب حضرتك بتقولي عندك مكتب لخدمه المواطنين مش للاقباط، انا ما طلبتش ان يكون في مكتب لحضرتك لخدمه الاقباط. انا بحكي لك قصه، ارجوكي ارجوكي اتفضلي اتفضلي. وهتشرف قوي وهنبسط قوي بقالهم نعمله سوا، ويا رب نقدر نخدم الناس من خلال برنامجك. وانا كمان هبقى مبسوطه جدا بالحوار مع حضرتك. اتفضلي. اموريني يا فندم، تحت امرك. ربنا يخليك يا رب. فانا اسمي نانسي، وخالص مش حابه انك تتكلمي بالطريقه دي، ده عشانك وعشاني وعشان كل اللي بيسمعونا. اتفضلي. عشان كمان نفضل نفهم الناس انه احنا يعني جايز انت مش عايشه في كاليفورنيا او مش عايشه عندي هنا في مصر في سوهاج تحديدا، فجاي تفهم ان الدنيا متقسمه قوي يعني. لا، احنا عندنا في شروق قوي. أنا كنايبة بيدخل لي المكتب بتاعي مسلم مسيحي واحد مش مؤمن بربنا أصلا، وعندي طلبات بيحطها لي في المكتب أوتوماتيك أوتوماتيك. يعني أنا جاي الطلب ده مش صدق، الطلب ده بيجي لي ناس بيقول لي يعني من غير طلب أوتوماتيك من غير ما يرجع لي مسجد كذا وكذا. أنا باجي كل يوم خميس بدخل مكتبي بشوف الشباب عندي في المكتب إيه يا فندم الطلبات اللي جت الأسبوع ده، أشار عليها وأكتبها وأوجهها للوزارات المعنية، وزارة الصحة، وزارة التخطيط، وزارة الزراعة، كل حاجة، ونحط خدمة خمس مواد. تحت قوي من جانب البوكس بتاع الصندوق بتاعنا في المجلس، موافقة الأوقات، ثم تحت قوي فحبيت أطرح الناس اللي جت لمكتبي وطلبت الطلبات دي يا فندم. بس بعد ما الحالة أخدت حاجة وبعد كده هتثبت المايك خالص. اتفضلي. مش هقول لك كام كنيسة خدت لها تخطيط، أنا هديك مثال واحد بس، أنا كنيسة إنجليزية. صوت حضرتك بيقطع شوية دكتورة. صوت انا أوكي. اسفه صوت حضرتك بيقطع شويه، وانا يهمني جدا ان المشاهد يفهم كل كلمه حضرتك بتقوليها. اتفضلي. انا مش هحكي لهم انا عملت ايه للمسيحيين والمسلمين. انا ما يهمنيش ان حضرتك تعملي للمسيحيين والمسلمين، انا يهمني تعملي للشعب المصري. الشعب المصري كله، ما انا ما بتكلمش عن الدين، او انا مش عايزاكي تخدمي طائفه معينه او فئه معينه. بالظبط. حضرتك بتخدمي الشعب المصري لانك نائبه عن الشعب المصري، صح؟ حقيقي. اتفضلي. عشان انت حددتي حاجه انا انت وقلتي عندكم ايه يعني انت صنفتينا كده. الصوت بيقطع. عايزه اقول لك على حاجه. اتفضلي. انا عايزه اقول لك على حاجه. اتفضلي. انا مش هقول لك ان مثلا الدوله ادتني ارض تخطيط 3000 متر لبناء كنيسه في الكوامي اللي عندي في سوهاج. جميل. مش هقول لك ان انا عملت كده وهنشرها بس لما استلم. ومش هقول لك ان انا من خلال بيت العيله اللي انا عضوه فيه عاملين تقنين لاكثر من هقول لك رقم الجمهوريه كله، اكثر من 6000 كنيسه من يوم ما حلفت اليمين، يعني مش من ناحيه حلفت اليمين، من يوم رئيس الكنيسه المملكة عندنا 6000 كنيسه تم تقنينها في دايرتي انا بس. اخر اربعه حضرتهم من شهرين، اربعه بس مشينا في ليجلايزز، يعني هم مقننين كنايس. دي طلبات بتجي المكتب برضه، ارجو يا فندم تعدل لنا، فبنتصل الحقيقه بالجهات، بنتصل بالمحافظه، وده شغلي. بصحى الصبح افطر، انزل على المحافظه، انزل على الوزارات، كل طلب جالي بتوجهه للوزاره اللي هي معنيه، تقنين كنيسه، طلب تخصيص ارض ببلاش باخد. بالنسبه بقى للخدمات العامه اتمنى انك تتابعي صفحتي، هبقى سعيده جدا لو تتابعي صفحتي وتنشري زي ما شفتي البوست ده. ارجوكي انشروا لي ال 6 مليون جنيه اللي جبناهم صرف صحي للدايره بتاعتي بقى، وارجوكي انشروا لنا كمان ال 500 مليون جنيه البوست اللي قبل ده بالظبط. 500 مليون جنيه يا فندم لمحافظه سوهاج انا والساده النواب جبناهم. يعني لو بينفع تدخلوا على صفحتي دلوقتي او انا ابعتها لك على الواتساب هتشوفي 500 مليون جداد و50 مليون جنيه
رحناها الميزانيه المجانيه. فحضرتك احنا بنشتغل اللي بنقدر عليه نعمله. عايزه اقول لك على حاجه يا رب المشاهدين يشوفوها يسمعوها كمان. حاجه كريمه دخلت عندي زهاد خلتني انا كنايبه حاجات كتير مش عارفه اعملها، لانها اتعملت اوريدي. ومشاريع كثيره اوريدي الدوله بدات تعملها انا ما اقدرش احط اسمي عليها مش بتاعتي. فخليني اقول لحضرتك اي طلب بيجيني المكتب انا بعمله، ويا رب الناس تبعتلي طلبات ثانيه. يا رب يكونوا ايه حتى يعني اي طلب هينفع وقانوني انا همضي عليه واختمه وابعته للوزاره المعنيه. بس كده. طيب. المايكي معاكي انا تحت امرك. ربنا يخليكي، وانا سعيده بان حضرتك مرحبه بالحوار ان احنا نتناقش في مواقع معينه حضرتك اتكلمتي فيها، زي مثلا ان انت اخر اربع كنايس عملتيهم. انا على فكره هدفي الاساسي هو خدمه الشعب المصري، مش لقباط. مش لقباط، يعني انا بتكلم الامكانيه كده. نعم؟ ولو حضرتك في حياه الامكانيه كده اولا والمسيحيه كده، جاء المسيح للكل. ايوه حلو، حلو جدا، حلو جدا. بس ان حضرتك يعني معنى كده، انا عايزه افهم بس عشان افهم الساده المشاهدين اللي بيشاهدوا البرنامج، حضرتك معنى كده ان في بعض المواطنين المصريين اللي في سوهاج تقدموا بطلب لمكتب حضرتك، مكتب الطلبات او الشكاوي او واتيفر اسمه ايه، تقدموا بطلب انهم عايزين يعملوا احلال وترميم وتجديد. طيب انا هبعت لك الطلبات دي، ايه رايك؟ لا ما احنا عايزين نتحاور بعد اذن حضرتك. انا عايز افهم، انا عايز افهم عشان لما اتكلم ده فرصه جميله جدا ان حضرتك معانا على الهواء. فعايز افهم جدا بحضرتك، واتمنى ابقى ضيفه عندك في يوم. يا ريت يا ريت حضرتك لو شرفتي امريكا نستضيف حضرتك هنا، او على التليفون ممكن حضرتك تشرحي حضرتك بتعملي ايه في محافظه سوهاج او الدايره بتاعتك، تشرحي لنا وتفهمي المصريين على مستوى العالم كله، المصريين اللي بيشاهدوا البرنامج. ربنا يخليكي. اللي انا فهمته دلوقتي من كلام حضرتك ان في بعض الطلبات تقدمت اليكي انهم عايزين يعملوا احلال وترميم لبعض المساجد اللي حضرتك نائبه على المنطقه بتاعته، صح كده؟ هقول لك اساميهم حالا، السكرتيره بتاعتي بدات تراسلني اهو، اساميهم حالا تقدمين لهم كمان واحده واحده. لا انا مش انا عايزه حضرتك، يعني هو صح اللي انا فهمته كده؟ طبعا طبعا طبعا. حضرتك اخذتي الطلبات دي وتقدمتي ان انت عايزه 30 مليون عشان احلال وتجديد، لا صح؟ قلت كده، كتبت كده في طلبي للتقرير، أرجو توفير الدعم المادي اللازم لإحلال وتجديد هذه المساجد. صح، اللي أنا عرضتها واللي موجودة على صفحتك، صح؟ اللي هي كانت موجودة على صفحة حضرتك، صح كده؟ طيب، أخدتي الموافقة. أسامي المساجد وهم يجيبوا لي فلوس عليها، وبعد كده هم لما يجيبوا فلوس كتخطيط يخبوا الأوقات، فتيجي الأوقات تقول لي يا دكتورة هيجي لي فلوس. احطها فين؟ اروح جايبالي طلبات الناس، اقول له مسجد كذا ومسجد كذا ومسجد كذا على اكثر احتياجا عدد الطلبات المقدمه الي بتاريخ كذا وكذا وكذا، والمواطنين فلان وفلان وفلان. يعني ال 30 مليون يعني اللي حضرتك، معلش عايزه افهم بعد اذن حضرتك، يعني ال 30 مليون اللي حضرتك اخذت الموافقه عليهم دول دخلوا في ميزانيه وزاره الاوقاف لاحلال وتجديد؟ التخطيط يا فندم هي اللي تقول لي كده، هي بحسب الجواب ده هتودي 30 مليون للاوقاف. ده غير ال 10 مليون اللي بياخدوها. نعم. يعني معلش سامحيني. معلش سامحيني في اني عايزه افهم من فضلك، عايزه افهم ده. الله يخليكي، فاستحمليني معلش. حضرتك معاكي بالصبح، اتفضلي. حضرتك نائبه واحده من ضمن اكتر من نائب في محافظه سوهاج، انا مش عارفه عددهم. في محافظه اسوان فيها في محافظة أسوان عدد من النواب، محافظة اسكندرية عدد من النواب، وهكذا في كل محافظات الجمهورية في عدد من النواب بينوب عن الشعب بتاع المحافظة بتاعته. لو كل واحد من النواب جات له الشكاوي اللي تطلب منه إحلال وتجديد المساجد، وكل وزارة التخطيط مثلا توافق هنا ب20 وهنا ب30 وهنا ب10، يعني الاثنين ده الميزانية يا فندم. ميزانية مين؟ ميزانية الأوقاف ولا التخطيط؟
مش الاوقات يا فندم بتاخد الميزانيه بتاعتها من التخطيط من الدوله والتخطيط من الدوله الفلوس المفروض اللي حضرتك اخذتيها خدتي من التخطيط صح؟ هم الاوقات بتخطيطها من فين يا فندم؟ لا ال 30 مليون من وزاره التخطيط ولا من وزاره الاوقاف؟ التخطيط هي اللي تقرر انه يصرف دول في ده، لان التخطيط هي اللي هتاخد المقايسه منه وتقول له ايوه تنفع الفلوس دي للرقم ده. يعني برضو السؤال، الفلوس ال 30 مليون من ميزانيه وزاره التخطيط ولا من ميزانيه وزاره الاوقاف؟ اكيد هيختاروا ميزانيه وزاره الاوقاف حضرتك. يعني من وزاره الاوقاف؟ طبعا. من وزاره مين؟ مش من التخطيط ان هي اللي بتديك يا فندم. التخطيط تقول هنحط في الخطه اني ادي للاوقاف كذا. طيب الاثنين النواب اللي مع حضرتك في نفس الطلب، هل برضو كل دوائرهم. واحد نعم دوائرهم انا ابعد عن النائب زكريا حسان. ايوه انا فاهمه، ما انا فاهمه ان كل واحد حسب دايرته. هل هم كمان حصلوا على المبالغ اللي طلبوها؟ ما يحصلش يا فندم، هو جواب جاي مجمع يا فندم. احنا ايه مشكله حضرتك او مشكلتي او مشكله اي حد يعني؟ مش فاهمه انا بسال، يعني هم حضرتك بس اللي خدتي؟ طبعا حضرتك اللي اخدتي ولا هم كمان اخدوا؟ أنا ما أخدتش، مش إحنا اللي بناخد، هو الاحتياج. الموافقة يا دكتورة، الموافقة أخدتي موافقة على 30 مليون صح؟ أيوة. هم كمان أخدوا، هم كمان أخدوا موافقة على 30 مليون و20 مليون عشان الدوائر بتاعتهم؟ أعتقد أنا ما سألتش، أعتقد بحسب الجواب. صح كده؟ يبقى حضرتك مش حضرتك لوحدك. دي الوزاره حضرتك، احنا مالنا يعني؟ يعني دي ميزانيه الوزاره اللي بتديها الدوله للوزاره. تتقسم ازاي؟ كل نائب وسط والجروب بتاعه ويسوري والدايره بتاعته يقولوا عايزين كذا كذا. طبعا مش بعيد ليه؟ تعالي نعمل مثال اخر نفهمه اكتر كلنا والوطن يفهمه. لما باجي اطلب تبديل مواسير السيسرو بين بي بي سي اقول لهم كده يا تخطيط خلي بالكم انزلوا لي سوهاج وانا عايزه شارع اسمه شارع 15 مثلا وشارع الزهراء عايزه اغير فيه المواسير، يقولوا لي حاضر هندرس. تقوم التخطيط تقول لشركه لوزاره الاسكان اعملوا حسابكم ان في طلبات جايه من النواب بتقول ان الشبكه دي متهالكه بتاعه المواسير وعايزين فلوس. يقوموا لما يعملوا ميزانيه يقولوا خلي بالكم ده كان في طلب قديم من النواب بما ان احنا نواب عن الشعب. يقوموا يدرجوها في الميزانيه يا فندم، لما تيجي الميزانيه يكتبوا كده تم توقع بناء على طلبات الساده النواب بكذا وكذا وكذا. يقوم يجي بقى ايه الاسكان يكلم شركه المايو، شركه المايو تكلمني يا معالي النايبه ده جه في الخطه ليك 10-5 مليون مواسير، ايه بقى طلباتك؟ اروح اقعد معاه اقول له والله يا فندم جات لي شكاوي ان ده وده الشارع ده لي 20 سنه ما اتغيرتش مواسير وده وده، وبقول له وبديله الريكومنديشن بتاعته وبيعملها. عند حضرتك في الدايره التابعه ليكي في مستشفى عام؟ طبعا ده عندي تجديد واحلال النهارده مستشفى الاميري العام. حلو. الحميات. طبعا احلال وتجديد يعني احلال في كم مدرسه؟ ليه انا عندي حياه كريمه، ليه عندي ليه احلال وتجديد؟ انا عندي احلال وتجديد الاميري مستشفى عام احلال وتجديد. في كم مدرسه عند حضرتك في الدايره بتاعتك؟ سوري قولي تاني. كم مدرسه في الدايره بتاعت حضرتك؟ لا مش حافظاهم بس غير مزايدات يعني. طيب انا هقول لحضرتك، واضح ان الحوار بتاعنا هيبقى حلو قوي. لا انا عايزاكي من غير مزايده، اللي هو ليه دول خدوا وده ما خدوش؟ طب ما تكلمي بوجه عام. طب ما انا مش معايا نمرتهم. انا اسفه خط قطع من عندك على فكره مش من عندنا، بس اتمنى لو انت حضرتك سمعانا الحوار شيق جدا، وانا يسعدني جدا جدا ان انا نتكلم في حلقه تانية وناخد وندي ويبقى حوار شيق، الشعب المصري على مستوى العالم يعرف ايه اللي بيعملوه النواب، لان لازم الناس تعرف النائب اللي انا بنتخبه فعلا بيخدمني ولا مش بيخدمني. ولما حضرتك تسلطي الضوء على اللي حضرتك بتعمليه والنواب الاخرين بيعملوه، اكيد هيجي في الانتخابات القادمه لقوكي خدمتيهم هينتخبوك تاني. وهو ده اللي يهمني، ان اللي ينتخب في عضويه مجلس الشعب او مجلس النواب او مجلس الشيوخ يكون فعلا خادم للشعب المصري بعيدا كل البعد عن دينه. يا دكتوره انا لما اتكلمت ما اتكلمتش على اساس مسيحي ومسلم، انا كل كلامي دايما بيكون على اساس الشعب المصري. لو كنت كلمتك على اساس ان انت قبطيه وسعيتي في تجديد واحلال الكنائس كنت لسه هكمل معاكي الكلام
والحوار في ايه الطرق اللي انت اتبعتيها للكنائس اللي حضرتك ذكرتيها، اتعمل فيها ايه الطرق اللي سلكتيها، وكمان المدارس وكمان المستشفيات واحلالها. كل اللي حضرتك بتعمليه في خدمتك للشعب المصري هو ده اللي يهمني اسلط الضوء عليه. لكن هقف جدا جدا ان شاء الله في حوارنا القادم في اكتر من بنت قاصر في محافظه سوهاج اختطفت وما رجعتش. اتمنى تكوني سامعاني عشان ان شاء الله لما يكون لينا حوار اخر تبقي اكيد عارفه الاسئله اللي ان شاء الله هيتم طرحها على حضرتك. بشكرك جدا جدا لسرعه استجابتك.